في دراسة أممية نشرت عام 2017 بعنوان رحلة إلى التطرف في إفريقيا، شملت أكثر من 700 شخص ما بين أعضاء في جماعات متطرفة وآخرين. حاولت الدراسة الإجابة عن سؤال: لماذا قد ينضم شخص ما إلى جماعة متطرفة؟ 57% ممن شملتهم الدراسة اعترفوا بأنهم لا يقرؤون النصوص الدينية ولا يفهمونها، فما السبب إذن؟ حسب الدراسة، فإن تلك الجماعات تستقطب سكان المناطق الأكثر تهميشاً وفقراً في إفريقيا، والبطالة هي الحالة السائدة لدى معظم من ينضم لتلك الجماعات. إنه الفقر والتهميش وتبعاتهما مأساة يعاني منها أكثر من 800 مليون إنسان حول العالم، منهم أكثر من 300 مليون من دول منظمة التعاون الإسلامي. دور كبير يقع على عاتق مجتمع المسلمين بعلمائه وأفراده لحماية العالم الإسلامي من كارثتي الفقر والتطرف عبر التمسك بالثقافة الإسلامية، تلك الثقافة التي تحارب الفقر بالدعوة للسعي والعمل، وتؤسس لمبدأ التكافل بين أفراد المجتمع، وتدعو للتسامح وقبول الآخر، وتعظم من حرمة النفس البشرية. التطرف لا يمكن تبريره، لكنه ككل ظاهرة لم يأتي من فراغ.